اهلا وسهلا متتبعي انفاس بريس في حلقه جديده من برنامج ضيف انفاس. نستضيف هذه الحلقه ياسين نجاحي، خبير في الصفقات العموميه واستاذ زائر في العديد من المعاهد العليا من بينها المدرسه الوطنيه العليا للاداره، وذلك لفتح النقاش حول المرسوم الجديد للصفقات العموميه وكيفيه استفاده المقاولات الصغرى والمتوسطه من هذا المرسوم. اهلا وسهلا استاذ ياسين، مرحبا بك. شكرا سي عبد الله على الاستضافه، وكنتمنى لكم التوفيق وكنشكركم على هذه الاستضافه الطيبه ديال الجريده الموقره ديالكم. بدايه سي ياسين، كيف تقيمون الوضعيه العامه والصوره النمطيه حول سوء تسيير الصفقات العموميه؟ هي فعلا استاذ عبد الله بحال اللي اشرتي ليه، منظومه الصفقات العموميه للاسف على الساحه الاعلاميه وبصفه عامه مجتمعيا هي الى حد ما عندها واحد السمعه غير محموده. هنا السؤال اللي كيطرح نفسه، واش فعلا المغرب عكس باقي الدول عنده واحد المنظومه ولا ترسانه قانونيه اللي متاخره؟ الجواب والمفاجاه هو العكس تماما، لان مثلا اول صفقه كانت عموميه في المغرب منذ تاريخ 1907، يعني نقدر نقولوا بكل شجاعه وبكل تواضع ركبنا تجربه ديال 100 سنه في باب التشريع القانون الصفقات العموميه. بالعكس تماما، هي المنظومه او التواتر التشريعات كيعرف واحد الكم يصعب على المدبرين ديال العام والمقاولات التتبع ديالو، يعني نقدر نقولوا الى حد ما وصلنا لواحد الحاله ديال التضخم التشريعي اخرها هو المرسوم الجديد. اللي واقع هو فعلا الاشكال فيه كاين حقيقه هو في الممارسه وفي التطبيق وفي التنزيل السليم ديال هذه الترسانه القانونيه في ارض الواقع. واضيف الى ذلك كثره المتداخلين، لان الى اعتبرنا شكون هما اكثر الناس اللي كيمسهم جانب الصفقه العموميه بشكل مباشر هما الاداره والمقاوله من جهه، وكاين واحد الجانب ايضا هو الجانب البحث العلمي للاسف اللي ما واخدش حقه في هذا الميدان هذا، يعني كنكتفيو فقط الى حد ما استيراد القوانين وكنوضعوها دون دراسه الواقع الحال ديال المقاولات ولا ديال الاداره بصفه عامه. ايضا وللاسف على الساحه الاعلاميه هذه المواضيع ديال الصفقه العموميه خاصه كنقصد به مجال ديال جرائم الاموال كي يتم التداول ديالو الى حد كبير بشكل سطحي دون الغوص في حيتيات وظروف ومشاكل حقيقيه اللي عرفتها هذه الصفقات العموميه. ثم اخيرا للاسف المشكل كيمتد للساحه القضائيه، لان الى حد ما نقدر نقول بان ما عندناش اختصاص كبير وعميق بهذا الميدان ديال النزاعات الصفقات العموميه على المستوى الثلاث، سواء تعلق الامر بالنزاعات الاداريه اللي كتكون بين المقاوله والاداره او لا على مستوى جرائم الاموال، والى حد ما واخا ان كان هي صراحه لا مضبوطه على مستوى التاديب المالي والمحاسبتي الممارس من طرف المجلس الاعلى للحسابات. نعم سياسيين، على ضوء المرسوم الجديد اللي دخل حيث في بدايه تشنبر، ما هي اهم مستجداته وتاثير ديالو على المقاوله؟ هي فعلا المرسوم دخل حيز تنفيذ فاتح شوتنبير بعد ما تم النشر ديالو في الجريده الرسميه في مارس 2023 من السنه الحاليه. المرسوم الجديد يمس الجانب ديال تفويت الطلبيات العموميه، الصفقات العموميه ان صح التعبير، فعلا جاب مفاهيم جديده اللي غادي تنفع وغادي تكونتريبي بوزيتيفمون غتنعش الدور ديال المقاوله. هذا المرسوم هذا جاء بعد ما صدرت عده مراسيم وعده ديزاريتي، يعني قرارات وزاريه اللي كتزكي الطرح ديال دعم خاصه نزع الصفه الماديه عن الطلبيات العموميه، وهي كانت شي حاجه اللي منشوده فعلا عندنا في باب التشريعات. بمعنى ادق واوضح، الى شفنا المرسوم الجديد كنلقاو فيه مفاهيم جديده كيركزوا على الصيغه ديال الابتكار والابداع لدى المقاوله، وهذا مفهوم جديد جابوا المرسوم الجديد للصفقات العموميه خاصه لدعم من بين نقاط الطاقه الخضراء، والى حد ما نقدروا نقولوا هذا امتداد الميثاق الاستثمار الجديد اللي عليه صاحب الجلاله في السنه الماضيه. ثم ايضا هو احداث تجليات او توصيات النموذج التنموي الجديد اللي خلص واحد بين الخلاصات ديالو في باب الصفقات العموميه، هو احداث انماط جديده لتفويت الطلبيات العموميه كمثلا العرض التلقائي لوفر سبونتاني او لا الحوار التنافسي ديالو كومبيتيتيف، هذا من جهه. من جهه اخرى لاحظ المشرع عمليا ان سندات الطلب
كممارسه لي بون دو كوموند اللغه اللي سائده، انهم كان فيهم واحد النوع ديال عدم احترام القوانين، لان الاصل ان سند الطلب هو فقط استثناء ماشي قاعده. اذا نرجع للمرسوم ديال 2013 كنلقاو بالضبط الماده 88 كتقول لنا بان سند الطلب هو استثناء وهو وسيله تيسيريه في الواقع من ناحيه الشرعيه، ولكن عمليا واقعيا كيخدموا به مدبري الملعب كوسيله لصد حاله الاستعجال، وهذا منافي القانون، لان المرسوم 2013 وزيد عليه المرسوم ديال 2023 اللي حاله لصد حاله الاستعجاليه عندنا غير الصفقات التفاوضيه، اذا سند الطلب ما عمره ما كان لصد حاله الاستعجال. هذا من جهه في باب سند الطلب. من جهه اخرى الماده 88 ما كان يعاب عليها انها ما جابتش اليه واضحه لتفويت سند الطلب، بمعنى مثلا كنشوف طلب عروض مفتوح كيحط لنا الاليه المنهجيه، ارسال طلبات العروض لاعضاء اللجنه 8 ايام، لوفيرتور تبني فتح الاضرفه بواحد الطقوس معينه ومدققه ومفصله الى حد عميق، ولكن سند الطلب الماده 88 سابقا كتقول لك على الاداره ان تحترم مبدا المنافسه، هذا مبدا ماشي اليه اللي كتتعامل معها مدبري المالي العام. حاليا تبدلت الطريقه واعتمدنا في الماده 91 على تفويت سند الطلب عبر البوابه، يعني ضمانا لمزيد من الشفافيه، ونقدر نقولوا شفافيه مطلقه الحمد لله غادي تكون عندنا ان شاء الله ابتداء من فتح شوتان. نعم نعم. كيف تتوقعون سياسيا تفاعل الاداره والمقاوله؟ فعلا هو بالنسبه للمرسوم الجديد التفاعل ديال الاداره والمقاوله بصفتهم معنيين بشكل مباشر بالمرسوم الجديد ديال الصفقات العموميه غادي يوقع واحد التجارب، لان كاي قانون فاش كيتنزل في ارض الواقع استاذ عبد الله ضروري كيوقع واحد المد واحد الزجر واحد الاخذ واحد الشد. هذا المنطلق هذا بدينا كنحسوا به بصفتي متتبع الميدان، مثلا في قضيه سند الطلب كنلقاو عكس متوقع، لان كان متوقع بان ملي غيكونوا لي بون دو كوموند فيا لو بورتاي دي مارشي عبر البوابات الصفقات غتكون منافسه شريفه، فاذا به كنتفاجئوا حاليا ان مثلا سند الطلب كيعرف مشاركات عدد ضخم وضخم جدا للمقاولات، ما يناهز 90 100 شركه على مبالغ جد جد هزيله، وهذا كيعبر الى حد ما على النفسيه اللي وصل لها المقاول المغربي للاسف اللي هي هشه. ونامل ان شاء الله باذن الله ان الامور مازال مع الوقت غتستقر، ما يمكنش نعطيو حكم دابا لان يلا فاحنا في البدايه ديال هذا المرسوم الجديد، ولكن انا على يقين ان شاء الله بان التشريع الجديد غادي يدعم المقاولات الصغرى المتوسطه، وكاين عندنا اليات اخرى اهمها هو لو ميو ديزو احسن عرض بالرجوع للثمن المرجعي، وهذا مفهوم جديد جابوا المرسوم وكيراهنوا عليه بزاف المقاولين باش يجودوا من العمل ديالهم في اطار الصفقات العموميه. نعم شكرا جزيلا استاذ ياسين على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعدا جديد.